أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ند له فيبارى ولا ضد له فيجارى ولا شريك له فيدارى ولا معترض له فيمارى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي جاءنا بالرسالة معطارا وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت. عباد الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيا ونموت ونتوب ونهتدي إلى هديه وصراطه المستقيم. جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قرأت حديثا عجيبا، كلما قرأت هذا الحديث تراءى لي المراءون ونعوذ بالله أن نكون منهم. حديث مخيف عن أول رجل يقضى له يوم القيامة. يروي هذا الحديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة، أي يحاسب، أول رجل يحاسب من أمة لا إله إلا الله، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد من الشهداء، أولهم شهيد، فأتي به، تأتي به الملائكة، فعرفه نعمه، أي كل الأعمال التي قام بها، فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ أنعمنا عليك بالقوة وبالعطاء وبالحياة الدنيا، فماذا فعلت في هذه الدنيا؟ فيقول هذا الرجل الذي يظنه الناس: مات في سبيل الله، شهيدا في سبيل الله. قال، يقول هذا الرجل: قاتلت فيك حتى استشهدت، أي أنني قاتلت أعداء الإسلام حتى لقيتك شهيدا. يقول له المولى عز وجل وتقول له الملائكة: قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال، أي قاتل للناس والسمعة، فلان جريء، قاتلت ليقال فلان جريء. فقد قيل، ثم أمر به، تأخذه الملائكة فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار والعياذ بالله. تأخذه الملائكة تسحبه على وجهه ثم يلقى في النار، لأنه ما استشهد إلا ليقال أنه بطل، أنه جريء. وما أكثر هؤلاء، ونعوذ بالله تعالى أن نكون من هؤلاء، نسأل الله السلامة في الدنيا وفي الآخرة. فتأخذه الملائكة وتجره على وجهه: اذهبوا به إلى النار، أي يلقى في النار. ورجل تعلم العلم، أي علم؟ العلم النافع. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته للناس. تعلمت العلم وعلمته، أي علمه للناس، وقرأت القرآن
وقرأت فيك القرآن أي كلام الله عز وجل، كنت أتلوه للناس. وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، تقول له الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، ولكنك تعلمت أيها العالم ليقال أنك عالم، وقرأت القرآن ليقال أنك قارئ، ثم يؤمر به فيجر على وجهه ويلقى به في النار، فيسحب على وجهه فيلقى. حتى انظروا إلى هذا اللفظ الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإهانة والعذاب، يلقى به في النار، مزيد من العذاب والتنكيل والعياذ بالله. نسأل الله العافية. والله كلما قرأت هذا الحديث تنهار أعصابي، فلعلنا من هؤلاء، نسأل الله العافية. اللهم احفظنا واحفظ إخواننا وعلماءنا ودعاتنا، اللهم احفظنا من الرياء يا رب. فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار، حياته كلها تعليم الناس لكن النية غير صافية، نيته فاسدة، نيته الرياء ليقال. اللهم احفظنا، اللهم اجعل نيتنا خالصة لك وأعمالنا كلها خالصة لك يا الله. اللهم اهدنا يا الله واحفظنا وكلنا في الدارين. ورجل، الرجل الثالث، ورجل وسع الله عليه، أي له المال في الدنيا، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، أي يملك أموال طائلة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، أي أن هذا المال سخرته في سبيل الله في الطاعات والخيرات والمعروف، كله في سبيل الله. هذا ما يقوله هذا الرجل الذي آتاه الله المال ووسع عليه من كل شيء وأعطاه من أصناف المال كلها، يظن أنه على خير لكن نيته فاسدة. كثير من أهل المال الآن في زمن الفتن أصبحت الصدقة بالصوت والصورة، كثير من هؤلاء لا يحق لهم فضح الناس، فالصدقة تكون في السر، لا أن تفضح الناس بالصوت والصورة، تحكم على الأطفال واليتامى والمساكين، تحكم عليهم حكم المؤبد. فكيف يخرج هذا الرجل؟ كيف تحفظ له ماء وجهه؟ قد يمتلك المولى عز وجل بالفقر. فانظروا إلى قارون وهامان، انظروا إلى سورة القصص العجيبة، كيف بدل نعمته نقمة، وكيف أعطى درسا، أي المولى عز وجل، أي أن المولى عز وجل أعطى درسا للذين قالوا إن له حظ عظيم قارون. فمن آتاه الله المال ينفقه بنية صادقة، بنية الأجر، بنية إرضاء المولى عز وجل، حتى لا يكون من هؤلاء الثلاثة. وهذا الحديث مخيف، رجل مات استشهد ثم تكذبه الملائكة، تقول له كذبت، في الدنيا علقوا صورك وكتبوا اسمك على الشوارع وعلى المدارس والجامعات والمصانع والدول والمطارات، وهو من أهل جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ورجل كان يعلم الناس ويظنه الناس على خير من أهل العلم، لكن الله يعلم السر وأخفى، ف
فيفضحه يوم القيامة أمام الملأ. ما استشهد في سبيل الله، ما علم العلم في سبيل الله، لم يكن صادقا، كانت نيته الرياء، الظهور، حب الناس، الشهرة، حب الأتباع. كثير من العلماء والدعاة نسأل الله العافية ومن لهم الشهادات العليا يحبون السمعة والظهور ولا يعملون لله عز وجل، فيفسدون ويظنون أنهم يصلحون، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم هذا الأمر، لكن سبحان الله بريق الدنيا يغري الكثير منا. فنسأل الله العافية أن نكون من هؤلاء الناس، من هؤلاء الأصناف الثلاثة: الشهيد الذي مات ليقال أنه جريء، وصاحب العلم أو القارئ قال القرآن ليقال أنه عالم أو أنه قارئ، وصاحب المال الذي يعطي حتى يقال أنه كريم وأنه معطاء وأنه جواد، لكنه يحرم يوم القيامة. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم يا رب. اللهم أمين أمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.